عند الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة بحضور السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور أيضا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من كبار القادة في القوات المسلحة، وأيضا من أبناء وزارة الداخلية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية. خطبة اليوم والتي تتحدث عن التضحية في سبيل الوطن هي سبيل الأوفياء والعظماء، حيث يخطب فينا الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة تحت هذا العنوان الذي يتحدث عن حب الأوطان. مما لا شك فيه أن حب الوطن ليس مجرد شعارات أو كلمات تقال أو ترفع، إنما هو سلوك وتضحيات. فحب الوطن يدفعنا نحو التضحية لأجله بكل غال ونفيس، فإن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته. إن حب الأوطان فطرة إنسانية عظيمة وقيمة دينية جليلة، ولقد اقترن حب الوطن في القرآن الكريم بحب النفس، إذ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالنفس السوية هي شديدة التعلق بوطنها، لذلك جعل الشرع الحنيف الإبعاد عن الوطن عقوبة للمفسدين في الأرض، إذ يقول تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. صدق الله العظيم. وللتضحية من أجل الوطن صور متعددة، أعلاها وأشرفها التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن من أي خطر يتهدده أو يقوض بنيانه أو يزعزع أركانه أو يروع مواطنيه. فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان. ومن صور التضحية أيضا التضحية بالجهد والمال، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. إنها منظومة تضحيات متكاملة، الجندي بثباته وصبره وفدائه، والشرطي بسهره على أمن وطنه، والفلاح والعامل والصانع بإتقان كل منهم لعمله. تحية إعزاز وتقدير لرجال الشرطة المصرية الذين كنا نحتفل معهم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى 69 لعيدهم، عيد الشرطة المصرية يوم 25 يناير. وتحية أيضا لرجال القوات المسلحة المصرية الذين يقفون جنبا إلى جنب مع أشقائهم من الشرطة المصرية من أجل الدفاع عن الوطن والذود عنه وعن مقدراته. قوام الحياة لا يقوم إلا بأمرين: الإطعام والأمن والأمان، فكلهما يحقق السعادة والراحة للإنسان، إذ قال تعالى في محكم آياته: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولتوسيع دائرة الفهم هنا نتحدث عن الأمن والأمان، فهناك في النص القرآني الحديث عن الأمان ليس من الخوف فقط، ولكن أيضا نجد معانيه تتسع لتصل إلى الأمان النفسي والاقتصادي والتعليمي والفكري، وجميعها يصب في مصلحة الإنسان. وخير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وإليه ترجعون ألا إن لله ما في السماء والأرض ألا إن وعد الله حق ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور
للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل أرأيتم ما جعلتم منه حراما وحلالا قل أم على الله تفترون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أو
بخل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله تبديل لكلمات الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا
إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استمعنا مع حضراتكم منذ قليل للقارئ الشيخ هاني الحسيني تلا من كتاب الله وآياته البينات، وبعد قليل يعتلي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة درجات المنبر ليحدثنا عن التضحية في سبيل الوطن
سبيل العظماء والأوفياء، وهو عنوان خطبة الجمعة. فإن التضحية بصورها المختلفة خاصة من أجل الوطن وبصورها المتعددة يأتي أشرفها وأعلاها مرتبة، التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن والمواطنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله. أذن فينا بصلاة القارئ الشيخ هاني الحسيني. نرى المصلين الآن يؤدون ركعتي السنة، بعدها يعتلي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المنبر ليحدثنا عن التضحية في سبيل الوطن، سبيل العظماء، موضوع خطبة الجمعة.
فالتضحية الصادقة من أجل الوطن والحقيقية النابعة من القلب هي التي تدفعنا لتسجيل أسمى معاني التكريم والاعتزاز والعرفان والوفاء لشهدائنا من رجال الشرطة الأبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة عن طيب خاطر فداء لمصر وحماية لأمنها وأمانها خلال مواجهتهم البطولية لفلول الإرهاب وعصابات التطرف والتكفير التي تستهدف مصر وشعبها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله القائل في كتابه العزيز والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ويقول سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت تصطفي من خلقك وعبادك من تشاء تمن بالشهادة على من تشاء متى تشاء تهبها وتمنحها لمن تشاء
وتختص بها من تشاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فألخص حديثي عن التضحية في سبيل الوطن في 3 نقاط. الأولى هي أن التضحية في سبيل الوطن جزء من صميم عقيدتنا الدينية، فمصالح الأوطان لا تنفك عن عظيم مقاصد الأديان. والتضحية في سبيل الوطن هي سبيل الشرفاء والعظماء والنبلاء والأوفياء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل أوطانهم. وسيقف التاريخ شامخا وشاهدا أمام تضحيات العظماء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل أوطانهم، كما يقف أيضا شاهدا على الخونة والعملاء والمأجورين، يسجل بمداد من نور أسماء الشهداء والمصابين وكل من ضحوا في سبيل وطنهم، كما يسجل أسماء الخونة والعملاء بمداد الخيانة والغدر. النقطة الثانية أننا يجب أن نوضح بوضوح لا لبس فيه، وأن نفرق بين شهيد الحق في سبيل الله والوطن وبين قتيل الباطل من أهل الفتنة والضلال والإفساد وجماعات أهل الشر الذين يستبيحون دماء الأبرياء ويروعون الآمنين. كما يجب أن نفرق وبوضوح شديد أيضا بين الجهاد الذي هو حق وبين أهل البغي والإفساد في الأرض، وأن نفرق أيضا بين مفهوم الجهاد ومفهوم القتال. فالجهاد أعم، الجهاد قد يكون بالنفس أو بالمال أو بالكلمة الطيبة أو بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو بالقرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن وبأخلاق وتعاليم القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما الجهاد القتالي فقد تطوى مدلول الكلمة، وأصبحت في العصر الحاضر تعني إعلان حالة الحرب أو إعلان حالة التعبئة العامة أو الخاصة، وهي حق حصري لولي الأمر الشرعي الذي أناط القانون والدستور به إعلان حالة الحرب. وننظر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ولم يكن ولا كان من الممكن أن يكون لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يعلن حالة الحرب، لا لشخص ولا لقبيلة ولا للصحابة ولا لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا وحاكما. قد يقول بعض الناس: هذا هو النبي. نعم، انتقل إلى عهد الخلفاء الراشدين وهم بشر، في عهد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم، هل كان لأحد من الصحابة مهما كان بالغا
ما بلغت مكانته، أو لقبيلة من القبائل، أو لولاية من الولايات، أو لإقليم من الأقاليم، أن يعلن حالة الحرب دون أن يعلنه الخليفة بنفسه باعتباره الحاكم. لم يحدث في تاريخ الإسلام على الإطلاق أن خرجت جماعة، وعندما خرجت بعض الجماعات أطلق عليهم لفظ الخوارج والبغاة والمفسدين في الأرض، وكان هؤلاء وأوجب الشرع قتال البغاة. إذن مسألة الجهاد القتالي الذي تطور مدلوله ليصبح في عصرنا الحاضر محصورا في إعلان حالة الحرب هي حق حصري لفي كل دولة لما ينظمه القانون والدستور من حق من يعلن حالة الحرب، وما سوى ذلك فساد وإفساد وبغي وضلال مبين. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم، اسأل الله العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. فضل الشهادة في سبيل الوطن عظيم، ومن هنا نوجه تحية لكل شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة ورجال قواتنا المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل هذا الوطن، سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين مع الأنبياء والصديقين. ولكن إلى جانب هؤلاء الشهداء هناك أناس ضحوا وما يزالون يضحوا لا تقل تضحياتهم عن تضحيات الشهداء. هم هؤلاء المصابون الذين قدمت لنا وزارة الداخلية النموذج رمزيا لهم في احتفالها بعيدها القومي 69، وهو ذلك الرائد البطل العظيم صلاح الحسيني. ومن هنا يطيب لنا أن نوجه تحية خاصة للرائد صلاح الحسيني ولكل زملائه من المصابين من أبناء الشرطة وأبناء القوات المسلحة الذين ضحوا ببعض أعضائهم أو ضحوا بإصاباتهم في سبيل هذا الوطن. وإلى جانب هؤلاء وأولئك، إلى جانب الشهداء والمصابين، هناك شهداء آخرون هو من يمكن أن نسميهم الشهداء حكما، وهو ما ينطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هناك يقينا من يتمنون الشهادة، وهناك من يعرضون أنفسهم على الله مرات عديدة، ولكن كما قال الحق سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. بل هناك من يتعرضون عشرات بل مئات المرات للشهادة، وبقي أجل يحميهم، لأن الله يقول: لكل أجل كتاب. أيضا بل إن هناك من أبناء الشرطة والقوات المسلحة البواسل هؤلاء وأولئك من هم مرابطون على الحدود يحمون وطنهم، لا أقول يتعرضون للشهادة عشرات المرات بل مئات المرات، بل أنتم تدركون أكثر من أي أحد آخر أنهم يتعرضون للشهادة عدد كل نفس يتنفسونه، لأنهم في حالة ترقب وأمام عدو غادر فاجر لا يتقي الله لا في دين ولا في وطن. وخلف هؤلاء وأولئك آباء وأمهات قلوبهم مع أبنائهم، فإذا كان الأبناء يتعرضون في كل لحظة أو يعرضون أنفسهم على الله، فمع كل لحظة هناك قلوب آباء وأمهات
وأزواج وزوجات وأبناء وبنات يتعقبون وينتظرون. إنها لتضحيات عظيمة جزاؤها عند الله وحده، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهم النار، عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. فعلينا وعليكم أن نجدد النية دائما لله في حماية هذا الوطن، سائلين الله العلي العظيم أن يتغمد جميع شهدائنا من أبناء الشرطة والقوات المسلحة وكل وطني شريف ضحى بنفسه في سبيل وطنه، أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، وأن يحسن مثواهم، وأن يعجل للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يعوضهم عما افتقدوه بفضله ونعمته في الدنيا والآخرة، وأن يربط على قلوب الآباء والأمهات والأزواج والأبناء والأبناء والبنات، وأن يجزي الجميع خير الجزاء. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بنا مكرا أو كيدا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه لا له يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه، واجعل رزقها ورزق أهلها رغدا من البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. وعجل اللهم يا رب العالمين برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، واجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع. نسأل الله عز وجل أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.